أول نتائج زيارة الوفد العراقي تجلت بتوقيع العراق على اتفاقية تطوير المنظومة الكهربائية للمرحلة الثانية مع شركة سيمنز الألمانية، وبحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره الألماني وزير الاقتصاد روبرت هابيك، حيث ستنطلق الخطة على مدى 3 سنوات لتطوير قطاعات نقل وتوزيع وتوليد الكهرباء وبطريقة جديدة. هي اتفاقية متكاملة تتعلق بمجال الإنتاج والنقل والتوزيع أولاً، تطوير وتأهيل كوادرنا ثانياً، استثمار الغاز المصاحب لسنوات طويلة لم يستثمر بالشكل الصحيح، وأيضاً إنشاء لأول مرة مشاريع صديقة للبيئة باستخدام، احنا جاي نتكلم على 1000 ميجاوات طاقة شمسية، ونتكلم عن مشروع واحد في وسط العراق لطاقة الرياح، مشاريع نوعية ومشاريع كمية. وحظي ملف التدريب المهني بحصة مهمة من اللقاءات. إن نظام التدريب المهني الألماني يعد واحدا من أكثر الأنظمة تطورا بالعالم، وتحدثت مع رئيس الوزراء حول أهمية تدريب الطاقات الشابة في العراق لتعزيز فرصهم بسوق العمل، لذا سيكون واحدا من أوجه تعاوننا. أول نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء للعاصمة الألمانية برلين هو التوقيع مع شركة سيمنز على اتفاق للإطار الثاني لتطوير الطاقة الكهربائية بالعراق، والجديد بالأمر هو إدخال تقنيات جديدة للاستفادة من الغاز المصاحب لإنتاج النفط بدل حرقه لاستثماره وإنتاج الطاقة الكهربائية، مما يعطي دعما لاستقلال العراق وحماية لبيئته. عمر الموسوي، العراقي الإخبارية، برلين.